11 ديال المهرجان السينورا الفيلم الامازيغي فيها بزاف ديال الفقرات. هذه الفقرات كتبين على ان السينورا كل سنه تكبر. هاد السنه جينا من الخريف للربيع باش نبينوا بلي ان مدينه اكادير فيها بزاف د الحوايج ما يتشاف. خص الناس الضيوف ديال المهرجان يشوفوا هاد الصوره الجميله ديال هاد المدينه الجميله. ثم ايضا انتقال من القاعه العاديه الى قاعه السينما هو ايضا رساله باش نقولوا للجمهور ديال مدينه اكادير باش ترجع الحياه لقاعه السينما. خص الجمهور هو اللي يجي يكتشف الافلام في القاعات السينما. ودي رساله جميع المسؤولين وجميع السكان ديال مدينه اكادير والنواحي باش يرجعوا يشوفوا السينما، لان في السينما نقدروا نطوروا بزاف ديال لي كومبيتونس والقدرات ديالنا. ضيف هذه السنه السينما الضيفه هذه السنه هي السينما البرتغاليه. جبنا السينما البرتغاليه وخاصه الافلام اللي داروها مجموعه من الشباب باش نبينوا بلي ان راه كنشتركوا مع البرتغال بزاف د الحوايج، ماشي غير البحر الابيض المتوسط، ماشي غير الاطلنطيك، وانما كنشتركوا معاهم حتى في الماضي في التاريخ. وايضا بغينا نبينوا لهذا الشباب ديالنا لان بامكانيات بسيطه نقدروا نديروا سينما تستطع انها تو ديفيزا في لي غران زيفينمون في العالم. 11 من المهرجان السينما الدولي في الامازيغي فيها الجديد، فيها الجديد من حيث الافلام اللي معروضه، يعني 54 فيلم اللي فيها شحال من افلام تعرض للمره الاولى افون بروميير، وايضا فيها الجديد القديم، يعني السينما الضيف اللي هذه السنه هذه رطعينا باش نشوفوا يعني او نعرضوا على السينما البرتغاليه عبر الكثير من الافلام سواء الوثائقي او الطويل او القصير. والجديد الجديد يعني لاول مره في المهرجان كاين واحد البرمجه اللي سميتها المغرب المتعدد. المتعدد يعني مغرب الاسم يدل على معناه مغرب متعدد الثقافات، المغرب الذي يعني متنوع الثقافات. هاد البرمجه هادي كاين افلام بالحساني، افلام يعني تخص لا كولتور او الثقافه اليهوديه، وافلام بالدارجه المغربيه، وهذا يعني ما يكون الا غنى الثقافه المغربيه والمزيج المتناغم بين الثقافات والمناطق في المغرب.